María, la del barrio soy. La chamaca locamente se enamoró y por curar dolencias se desquició. أهنئك ثريا. كنت واثقة من براءتي، فأنا دائما أثق بالعدالة، ولأنني بريئة بالفعل بالإثم. هذه المرة لم تحقق مبتغاك لويس فرناندو، غلبتك. لا هذا لا يعقل، يظهر ابني كالشرير في النهاية، بينما الشرير هذه المعتوهة. نانديتو قال الحقيقة عزيزتي، عدة مرات قال لي إنها هي التي كانت تطارده في الشارع. لنهتف لنانديتو. نحن مع نانديتو، ما زلنا نظن أنه بريء. ثم هو شاب ممتاز. هدوء. تأمر هذه المحكمة أيضاً بأن تبقى إليزا تحت رعاية السيدة ثريا مونتينيغرو إلى أن تبلغ سن الرشد أو تتزوج، وستتكفل السيدة مونتينيغرو بالاعتناء بالسيدة إسبرانسا كالديرون إلى أن تتعافى. رفعت الجلسة. لا أريد أن أعود إلى تلك المرأة. برأيي هذا جنون، لا يعقل أن تعود إليزا وإسبرانسا للعيش مع ثريا. سنتجنب ذلك. لا يمكن القيام بشيء، لقد أصدر القاضي حكمه. بالإمكان الاستئناف. طبعا، لكن الأمر يستلزم وقتا. وفي هذه الأثناء إليزا وإسبرانسا ستكونان معها، هذا حرام. أرجوك لا تقلقي إليزا، تذكري ما قلته لك عدة مرات. ثريا لن تسمح لي أبدا بالزواج بك ناندو. هي حقا مجبولة بالشرور، لقد نجت من كل التهم حتى الآن، طبعا بما أنها ميتة. السيد لويس فرناندو منهار ومتعب جدا. لا تقلق أبدا بني، دع كل شيء لمشيئة الله. أي يا له من أمر رهيب. لا تشعر بالإحباط نانديتو، بدوتك كاذب عن رامي. لا بني لا، فالذين يحبونك ويعرفونك منذ طفولتك يعرفون أنك صادق. ثقي بالله سيدة ماريا. نعم، المهم نانديتو لم يكن كاذبا. أعرف هذا، لكن لماذا العدالة عمياء أحيانا؟ كنا بحاجة لإثباتات، ثم أن أصدقاء ثريا تعمدوا التستر. حسناً حسناً، لنذهب. أنا أخذها. مؤسف تيتا. لو أن أردو تكلم، لو أنه قال الحقيقة. لكنه لم يقل. لا، هو جبان، كيف أمكنني أن أحبه؟ لا أعرف. يبدو أنها قضية معقدة جدا، ولكن معك حق. تظن أن ثريا ستنجو؟ لا أريد العودة إليها، سوف تلحق بنا الأذى.
اهدأي إليزا أرجوك، سنرى ماذا سيفعل لويس فرناندو. أنا أيضا أظن أنه رهيب أن تعود إلى تلك المرأة. أين أبي؟ حتما لا يزال في القاعة أو ربما في مكتب آخر. سأبحث عنه. لا 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 لا، انتظر لحظة. للأسف لم تنجح، وهذا لا ينتهي هنا على ما أظن. فأبوك وبالأخص أمك الرائعة، أمك ماريا ابنة الحي، سوف يندمان لأنهما حاولا رمي في السجن. وعلى وجه الخصوص ماريا ابنة الحي. أخبرني أن إليزا وإسبرانسا ستعودان للعيش مع ثوريا. علينا استئناف الدعوة، أحتاج للوقت فقط. بعد هذه المحاكمة لن تعود ثوريا لإساءة معاملتهما. إن شكوى مشابهة قد لا تترك نتائج مماثلة. ستحترس ثوريا، ستحترس. أي يبدو أنك لا تعرف تلك الأفعى فرناندو. حسنا لنخرج، فهنا لم يعد لدينا ما نقوم به. هيا بنا. حبيبي أتصور كيف أنت الآن. ذليل، الحكم يبدو مذهلا. كنت واثقا أن ثوريا لن تنجو. أنا واثق أن نانديتو لم يكذب. وأنا أيضا، ولا إليزا. لكن أحيانا الحياة لا تكون منطقية حبيبي، لا تأخذ الأمر هكذا. لا أقدر حبيبتي، سيكلفني تخطي هذا الفشل. لويس فرناندو، مضى وقت لم أرك فيه. كل شيء جاهز. أما بخصوص إليزا وإسبرانزا، أريد أن أوضح لك جيدا ثوريا. الفتاة يجب أن توضع بين يدي أطباء لعلها تمشي مجددا إن خضعت للجراحة. نعم، وهذا مؤكد أبيلاردو. ومن الجلي أن إسبرانزا أيضا ستستمر تحت العناية الطبية إلى أن تتعافى. وفي حال العكس تتعقد الأمور وتجدين نفسك من جديد في مشكلة، حتى لو كنت بريئة. كن مطمئنا أبيلاردو، هذا جل ما أتمناه في الحياة، أن تتعافى إسبرانزا من وقوعها على الدرج، وأن تمشي الصغيرة إليزا. حبيبتي إليزا، كم أحب هذه الفتاة. إنه زميل، رفيق الدراسة حبيبتي، غونسالو دورانتس. شرف لي. الشرف لي سيدتي. درسنا معا في الجامعة وأنهينا الدراسة في وقت متأخر، نعرف بعضنا منذ الطفولة. تفاجأت عندما أخبرني صديقي أنك في المحكمة تتهم زوجتك السابقة ثوريا مونتينيغرو. ألم تكن ميتة؟ لا غونسالو، بل حية. نحن أيضا تفاجأنا مثلك تماما. ثوريا تظاهرت أنها ميتة. إنها قصة يطول سردها. طيب لكن أين كنت أنت؟ في الخارج، لكن الآن سأبقى في مكسيكو. بالمناسبة أود أن أراك. اتصل أو مر بي، في البيت أو في المكتب. طيب. هي لقد تأخرنا لويس فرناندو. طيب حبيبتي. أي غونسالو، سررت لرؤيتك. وأنا أيضا. لا تيأس يا صاح، كل المحامين يخسرون بعض القضايا. لم أعد أرافعك الماضي غونسالو، هذا كان شيئا مميزا. في النهاية إلى اللقاء. إلى اللقاء. تشرفت سيدتي. وأنا أيضا أستاذ، زرنا في المنزل حين تشاء. مؤكد، أقبل دعوتكما. طاب يومك. توصلني إلى المنزل أستاذ أرمنتيروس؟ نعم بالطبع. أنا أيضا بإمكاني أن أقلك،
يوجد كلام بيننا.